أحبة المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصائد حسينية. كما عودناكم في كل حلقة من هذا البرنامج أن نلتقي بشاعر من شعراء العراق الذين كتبوا في خط أهل البيت عليهم السلام القصيدة الحسينية وجميع أنواع الشعر. اليوم نلتقي مع شاعر جديد، شاعر مغترب حرم كل هذه السنوات من المشاركة مع أخوانه في جميع المناسبات الدينية، وكان يتمنى أن يصل إلى العراق ليشارك أخوته الشعراء خدمة الإمام الحسين عليه السلام. اليوم في ضيافتنا الشاعر السيد ميثم الصافي. أهلا وسهلا شاعرنا. وبيك أكثر أستاذ العزيز. اليوم يعني أنت ببلدك وبعراقك، سولفنا كم سنة صار لك بالغربة؟ اولا شاكر لك هاي الاستضافه الجميله، وشكرا لقناه الحسين عليه السلام الفضائيه والمشاهديها. اكثر من 25 سنه بالغربه. اي مدينه كنت بالضبط؟ انا كنت في دوله فنلندا، مدينه اسمها كوبيو. سولفنا سيد، يعني احنا كل خدمه الامام الحسين ينتظرون محرم، ينتظرون شعبانية، ينتظرون الولادات، الذكرى الاستشهاد، الكل من أهل البيت عليهم السلام. أنتم هناك بالغربة يعني مو مثل الأجواء اللي تصير مثلا أكيد بكربلة والنجف وباقي المحافظات بالعراق. كنتوا تتمنون، سولفنا على وضعكم من يجي محرم، من تجي الشعبانية، يعني بكل المناسبات هل توجد حسينيات تلتقون بها، أماسي، مهرجان؟ أستاذ العزيز، هو الكل يتمنى يكون حاضر في محرم في أرض كربلاء المقدسة، لكن تعرف بعد المسافات الطويلة وتكلفة السفر تمنعنا، لكن احنا بتوفيق من الله انه هناك قدرنا نجمع أنفسنا، وقدرنا كل محافظة عندنا حسينية خاصة بينا نمارس بها مناسكنا الحسينية، ونقوم بعزاء عاشوراء، ونقوم بجلب الرواديد من الدنمارك، من ألمانيا، من لندن. وهناك القصائد الحسينية أكيد موجودة وحاضرة، واللطميات حاضرة، ودائما في اليوم العاشر نطلع مسيرة في الشارع. وحتى الشعب الفنلندي هناك سألنا أكثر من مرة أنه شنو، ليش طالعين أنتم بديتوا تطلعون، وليش هاي الأشياء؟ فحكينا قصة الإمام الحسين وتعاطفوا وياها ونشرت بالجرائد، والآن يعني قصة الإمام الحسين موجودة في يعني في عقل كل أوروبا يعرفها ووصلت له عن طريق التشيع اللي واصل لهناك، وأهل البيت اللي بركتهم هم أحاطونا بهاي البركة اللي قدرنا نوصل لهناك. إذن الاغتراب يعني إعلام موجود في الدول الأوروبية، موجود إعلام يعني بحركته المغترب هناك، وأسئلة الأخوة يعني الأوروبيين يسألون يعني على اللي المناسبات اللي تقوموها هناك، يسألونكم ليش هاي وليش مثلا تلطن. أستاذ العزيز، أحيانا حتى يجون يعني بعض الفنلنديين يجون يحضرون معانا في المجالس، يعني يتعاطف، يقول إذا شوف شلون راح تقومون هاي المناسبة، شلون راح تعزون إمامكم. إذن هو أنتم من أحد الركائز اللي توصلون صوت الإمام الحسين عليه السلام الجميع بقاع العالم. بالنسبة للفضائيات توصلكم؟ أي توصلنا على قمر الهوتبرد والنايل سات، أحيانا توصلنا وحاضرة معانا، وإحنا متواصلين وياكم، مع العلم احنا موجودين هناك الحمد لله. ما عدا احنا بس بالأربعينية نضطر نجي هنا لان نريد نمشي الكربلة، فكل واحد يطلع من محافظته سيرا من على الاقدام الحمد لله رب العالمين على كربلاء المقدسة. نسأل الله ان يوفق كل مغترب ان يحقق اماني وبوصوله بالأربعينية وبالشعبانية وكل مناسبات، لان انا دائما متواصل ويا اخوة يعني مغتربين، وكذلك اخوة يعني من باقي الدول من محبي أهل البيت عليهم السلام، لكن هم مثلا الأحساء والقطيف والكويت والبحرين يعني إمكانية وصولهم شوية صعوبة، لأن ما يقدر يعني على الفيزا وعلى التذكرة وعلى السفر وعلى صعوبة شوية، فيسوون جمعيات حتى يحصلون ويحققون. احنا كمغترب ويعني
من جيت للعراق شفت طعم العزوات، شفت طعم طبعاً المهرجانات، وحضرت ويا اخوتك الشعراء. نعم نعم، هنا بالعراق طعم اخر استاذ. بالنسبه اعرف عنك انت تكتب الأبوذية اكثر من القصيده. نعم. فيا ريت احنا والمشاهد الكريم نسمع من سيد ميثم الصافي بعض من أبوذياته الحسينية. يعرفون المنية وزين يا عون، ولدوا من نخيت اهتفوا. يا عون بحليب بحليب عليك يا ابو الفضل يا عون، تبيضون الوجه يم الزكية. يرد عليها ابو الفضل العباس قائلا: الي حساب وياهم وليديا، الي حساب وياهم وليديا، ولي معرفة بربي وليديا، من الراس لو قطعة وليديا، فدى الحسين اقدمهن هدية. واقول يوم العاشر عندما رأت ام المصائب عليه السلام العقيلة زينب الجيش تسأل ابا عبد الله: هذا الجيش ان لو علينا، هذا الجيش ان لو علينا، يمن لوعتك خلت لو علينا، كون النبي حاضر لو علينا، ويعين حسين برض الغاضرية. وتقول ايضا مخاطبة قمر العشيرة: مشى عباس شف عليه يوماي، مشى وناديت يا زهراء يا ماي، مشى واقسم يجيب الماي، يا ماي التجيبه وما يرد عباس ليه. احسنت، ربي يحفظك على هذه الأبوذيات. سيد ميثم، وانت في الغربة، نعم، تشتاق لمدينتك. نعم. قعد سيد ميثم وذكر الناصرية. نعم. وانت تكتب الأبوذية، ماذا تقول؟ انا اقول في يوم من الايام واحد الليالي دفعني حبي ان اكتب هذه الأبوذية، وهي نعم يعني يمكن انتشرت على الفيس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. مخاطب بها الناصرية، اقول: جد مجرب ومعروف عتباي، عليك وزاد حبه وكثر عتباي، جد مجرب ومعروف عتباي، عليك وزاد حبه وكثر عتباي، غريب وشوقي نص الليل عتباي، وسحى النسحول الارض الناصرية. الله، واهلا وسهلا بيك بلدك العراق، اكثر بيك اكثر، ومدينتك الناصرية، وان شاء الله تبقى تستمر ويا اخوانك الشعراء. دائما اللقاء بالأماسي، نعم، وبالمهرجانات يخلي الشاعر أن تتولد عنده قصائد جديدة، ملاحظ أنت؟ نعم. يعني هو الاحتكاك، نعم، الاحتكاك بالشعراء وبالأماسي يخلق صور جديدة ويخلق جو آخر في عقل الشاعر، نعم، ويحفزه للكتابة. فأنا أثناء يعني بعد رجوعي للعراق، هناك فنلندا ماكو أماسي؟ لا ما يعني، لا بس ما عدا مهرجان واحد حضرته كنت، نعم، موجود به دعم للحشد الشعبي وقريت به ما تيسر. نعم. إذن ريد القصيدة، رغم كتاباتك للأبوذية، لكن هناك قصيدة نستمع من ميثم الصافي ويستمع المشاهد الكريم إن شاء الله. أنا تحضرني قصيدة، إذن أتركك أنت والمشاهد. استوقفتني حالة وقصة أنه شفت أحد الشهداء اللي جابوه من أرض الموصل أنه العزاء مال تطول أكثر من 3 أيام، فسأل شنو القصة، قالوا أخوه هم استشهد في انفجار بالناصرية مطعم فدك، فلذلك التشادر بقى منصوب، فانولد المطلع عدي. وكملت القصيدة أقول بيها: خلوها التشوادر دوم منصوبة، خلوها التشوادر دوم منصوبة، كل يوم ببطن الناس من كوبة، يوميا انفجار وناس تحمل ناس، وارهاب وضحايا تطيح مصيوبة، تعودنا الألم والنوح والحسرات، ليلية الأطفال تنام مرعوبة، كل يوم ببطن يصير بي عاشور، والدم البريء يسيل بدروبة، من حرب الحرب ما شفنا راحة بيوم، نركض والحصيل أرواح مسلوبة، عاشرنا الجفن والموت والدفان، وقابلنا القبور بعين متعوبة، عدنا اللون الأسود صار أجمل لون، وطوار الحزن والنوح مرغوبة، كم شاب التحق وما برجاه يعود، كم شاب ابتعد عن وجه محبوبة،
كم حرة البكت بمادع التابوت نامت والخدود دموع مرطوبة شوارع فاهية شوارع فاهية ومتروسة ريحة موت شباب بياذنب للموت مطلوبة عذرا يا إلهي عذرا يا إله الراي شنه الراي لا ظل يشور لا بقت حوبة كثران المناجل والوطن مزروع سنبل والحصاد ايتام منيوبة كم جرح بجرح شدينا مجبورين كم جرح بجرح شدينا مجبورين نصبر والنهاية أحلام مصلوبة بسك يا عراق بسك يا عراق أرجوك ما يزعداك وجرب قوتك وتأكد النوبة بسك يا عراقي الشعب خلص موت حتى تدور بيك قبور محسوبة أحفاد الشمر لليوم موجودين ما هزهم ضمير وعلنا والتوبة ما علق عراقي الورد على البيبان بس القطع سود معلق ببوبة ما ندري القدر والموت رايد هيج لو من الله هاي القسمة مكتوبة لو من الله هاي القسمة مكتوبة أحسنت وفقك الله لكن رغم هالمصائب اللي تمر على محبي أهل البيت ومحبي أهل البيت يعني مو اليوم متعودين أي يعني من وقت الإمام الحسين عليه السلام هو كان الظلم والطغيان كله ضد أحباب رسول الله قصائدك جميلة وأبو ذياد جميلة بس احنا نريد من المغترب اللي كان معاناته هناك ويكتب لأهل البيت عليهم السلام بدون ما يلتقي بالأخوة الشعراء إلا بالمناسبة يشوف رادود وشاعر نتمشى أنا وياك بهاي الحديقة حتى بعدين نسمع منك أبو ذياد إن شاء الله متواصلين وياكم أحبتي المشاهدين وهذه الحلقة الخاصة بالشاعر السيد ميثم الصافي سمعنا منك العبودية وسمعنا القصيدة الجميلة اللي قرأتها عن الشهداء سيد ميثم الصافي بعد يعني أريد منك عبودية اللي كنت تكتبها بالغربة وكنت تكتبها بحب أهل البيت عليهم السلام فماذا تقول؟ أقول تحضني أبيات أول بيت أبدي بي إلى الرباب مخاطبة زينب عليها السلام أم المصائب الرباب تقول ليلة العاشر السما منا تبرت وارض عنه السما منا تبرت وارض عنه وزمان شلون عذره السما منا تبرت وارض عنه وزمان شلون عذره وارض عنه يا زينب طفل ماميش يا زينب طفل مامش وارضى عنا يهون ألم صدر الهاج بيه ويحضرني بيت إلى سكينة مخاطبة أبو الفضل العباس تقول قصة أصبحت للوادم يروني قصة أصبحت للوادم يروني سبية وقف الشماتي قصة أصبحت للوادم يروني سبية وقف الشماتي يروني بحبل وبسوق يا عمي يروني عليلة والصياطر دابية ويحضرني بيت أقول بي خاتمة وحق الطاح واستعداه وانصاب دمي الدموع انحدر وحق الطاح واستعداه وانصاب دمي الدموع انحدر وانصاب يا ابو السجاد ظل نعاك وانصب مجالس حزن والعن آل وميه لعنة الله على آل وميه لعنة الله عليهم لعنة الله على ظالمي أهل البيت عليهم السلام حسن. وكل أعداء محبيهم إلى يومنا هذا الحديث جميل وياك وإن شاء الله نتمنى لك يعني
راح تبقى انت هنا بالعراق لو ترجع لفنلندا؟ ان شاء الله استقريت ان شاء الله. انا اخر الله. مجلس فاطمه الزهراء قلت لها ارجع العراق وفعلا رجعتني وانا مستقر ان شاء الله هنا. الحمد لله رب العالمين. اذا هي طلب من الزهراء عليه السلام. الحمد لله وشكر. ما تتمنى ان ترجع؟ هم اكرام ما يقصرون. لا والله ربي يوفقك ويحفظك ويحفظ كل خدام الامام الحسين. سيد ميثم الصافي، احبتي المشاهدين، لا يسعنا في ختام هذه الحلقه الا ان نتقدم بالشكر الجزيل الى الشاعر ميثم الصافي. شكرا جزيلا. شكرا لك وقناتكم المبدعة. نتمنى لك إقامة بالعراق. شكرا جزيلا أستاذ العزيز. إن شاء الله سعيدة. شكرا جزيلا أستاذ العزيز. تلتقي بأخوتك. وأنا ممنون. شكرا لاستضافتي في هذا برنامجكم. وأنتم أحبة المشاهدين شكرا لكم، وإلى حلقة جديدة وشاعر جديد بإذن الله. في أمان الله. Oh.